لهذا المقطع في طريقة تانية لوضع ترويسة لامتحان، بس هذه الترويسة مش بس بتتضمن لوجو، بتتضمن كمان الاسم، اسم المادة وإلى آخره. يفضل أنه ينعمل هذا الوورد دوكيمنت كتمبليت، يعني ينعمل وينحط على جنب، وبعدين بصير الواحد بيعبي وركشيت أو امتحان أو أي شيء على أساسه، يعني حتى ما يضل يتكرر الشغل. الطريقة هي التالية: بنعمل انسرت لتيبل، تيبل على الأقل بده يكون من دايمنشن لإله 3x2 على الأقل، وحسب الحاجة ممكن يتغير. بدنا نعمل ميرج للسيلز. بعد ما نعمل ميرج للسيلز، يا بنعمل انسرت بيكتشر للوجو، يا اما بنكون نحنا عاملين لها كات او كوبي من شي مطرح، وبنعمل لها بيست. بنكتب بهول الخانات اسم المادة او وركشيت او شي، بنكتب هون اسم الصف او شي. فينا اكيد نزيد عدد الخانات على حسب الاشياء اللي نحنا بدنا اياها. هون مثلا نكتب الديت او الجريد. هلا واضح انه كلهم هول الكلمات منحرفين لزاوية الشمال، انا بدي احطهم بالنص. فيني بكل بساطة، طالما هن خانات مش كتير عراض، فيني اجيبه هيك. بس في طريقة يعني بروفيشنال اكتر، وهي انه انا بعمل سيلكت لهذا التيبل كله سوا، وبعمل رايت كليك، بفوت على شيء اسمه سيل الينيمنت، وبجيبهم على نص. وفيني انا العب كمان بالخط، فيني كبر، فيني اعمل بولد الى اخره، فيني اعمله دايما هو مفترض اعمله تايمز نيو رومان ب 12 اذا كان للطباعة. طب هلا مفترض يكون هذا موجود كتيبل؟ لا، بكبس عليه هيك وبجي لهون، بخفي البوردرز، بقول نو بوردر. خلاص هلا صارت موجودة بالطباعة، بتبين كأنه يعني كأنها طبيعية جدا بدون أي تيبل. الفكرة إنه أنا هذا فيني أعمله سيف فايل، سيف أز، وخلص بعطيه اسم، وبصير بعدين بحضر عليه كل مرة. مع الشكر.